الثلاثاء 2 إبريل 2019 في عرب وود الليلة. مثل الصداقة بين راغب علامة وعاصي الحلاني. أنا مش كل الفنانين بحب أنه أقعد أنا وياهم، عاصم الأشخاص اللي برتاح أقعد أنا وياه. ظافر العابدين ينافس آسر ياسين على جوائز التميز. محاولة استكشاف الزمن ده كان إيه اللي بيحصل فيه، كان إيقاع الحياة إزاي، فهي كانت مغامرة كبيرة يعني. محمد عدوية مش محظوظ فنيا. عشان بتارجت بس معين، عشان بخطة معينة، أنا ما بظهرش كتير قوي، ما بحرقش نفسي كتير قوي. ماسر أناقد كارول سماح. جبت تيم يهتم لي بهالموضوع لأن الشيء بياخد كتير وقت. دنيا باطمة تكشف عن علاقتها الخاصة بابنتها غزل. ملي ما كيكونش عندي الخدمات الوقت كامل كنكون موحشاها وبغى نشوفها، دونك الوقت كامل كيكون الغزل طبعا. تراشي مصممي أزياء شباب يتألقون في أسبوع الموضة في الأردن. نحن اليوم عملنا الكوليكشن بتاعت اكس دي بجوردن فاشن ويك. أهلا بكم مرة تانية، أنا جوري بكر وأنا خليل جمال، وبنبدأ معاكم حلقتنا من الحفل الكبير اللي أقامته نقابة المهن السينمائية واللي أعلنت فيه عن جوائز التميز للمبدعين في الدراما والسينما العام 2018. وحصل مسلسل ليالي أوجيني من بطولة ظافر العابدين وأمينة خليل، وفيلم تراب الماس من بطولة آسر ياسين ومنة شلبي على النصيب الأسد من الجوائز. تغاب بعض الفنانين عن حضور حفل الجامعة البريطانية، وده بسبب انشغالهم في تصوير أعمالهم لدراما رمضان اللي جاية. التوقيت ده توقيت صعب قوي، الناس بتشتغل والناس كتير عندها ظروف سواء كانت في مصر أو خارج مصر، بنحترم ده فيهم. وأنا عايز أقول إنه مجرد إن إحنا نعلن شيء طيب. نحتفل اليوم للعام الثاني على التوالي بالتعاون المشترك بين نقابة المهن السينمائية والجامعة البريطانية في مصر. ورغم حصول فيلم ورد مسموم على نصيب الأسد من الجوائز، إلا أنه كان مظلوم من وجهة نظر بعض أعضاء لجنة التحكيم. الحقيقة كان متنافس على كل الجوائز، بس ما أسعفوش الحظ أن يفوز بأي جائزة، دايما كانت الأصوات بتفرق عنه صوت أو صوتين، عشان كده حسيت أن الفيلم يستحق التقدير، وإحنا لسه مقدرينه في مهرجان جمعية فيلم برضو كنت عضو لجنة التحكيم، وكان واخد حقيقة نصيب الأسد من الجوائز. أما بقى عن اللوحة الفنية اللي قدمها مروان حامد في تراب الماس واللي جعلته يستحق جائزة أحسن مخرج. تراب الماس حصد على مجموعة كبيرة من الجوائز النهاردة، أنا أكيد سعداء جدا بيها وسعداء بالحدث نفسه اللي معمول النهاردة، وسعداء برأي لجنة التحكيم. كان المكياج دور كبير في ظهور فيلم تراب الماس بهذا التميز، واللي حصل من خلالها المكير طارق مصطفى على جائزة أحسن مكير. هو الفيلم معقد جدا وفي سينز صعبة جدا، وفي تأسيس الشخصيات برضو كان الموضوع شوية في حوار كبير ما بيننا وما بين بعض عشان نوصل لأحسن حاجة. عمليته كان بيساوي لطائرات العدو، كان أحن من أبويا، لكن خاين كان أبويا من غير واسطة طلبوني عسكري في التجنيد. أما الأجواء الرومانسية اللي أخذنا ليها هاني خليفة في ليالي أوجيني كانت السبب الرئيسي في حصوله على الجائزة. محاولة استكشاف الزمن ده كان إيه اللي بيحصل فيه، كان إيقاع الحياة إزاي، إيقاع المشاعر إزاي، زمن الناس بتكتب فيه جوابات، زمن الناس بتسافر لبعض بالقطارات، كل حاجة كانت مختلفة، فهي كانت مغامرة كبيرة يعني. لو على كسرة النفس هتتعودي وقتها كل اللي نفسك فيها هيحصل. دينا ما منتجة فيلم يوم الدين لم تتوقع الحصول على الجائزة. أنا شايفة أن للفنان والسينمائي يعني ممكن يكون أكتر حاجة ممكن تأثر على الشغل بطريقة سلبية أن الواحد يفكر في الجوائز. هو الواحد بس المفروض يركز في شغله ويشتغل بقلب واللي يحصل يحصل.
هننتقل دلوقتي عن زميلتنا سلمى الأزاز في النيوز روم. مساء الخير يا سلمى. مساء الخير جوري. أثارت رانيا يوسف كعادتها الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة اللي نشرتها وعلقت عليها وقالت سعيدة جدا باختيارك كأول ممثلة عربية للمشاركة في الموسم الأخير من Game of Thrones. طبعا التهاني انهالت على رانيا، لكن البعض تشكك وقال إنها ممكن جدا تكون كذبة إبريل. وبأكتر من 2 مليون مشاهدة في 3 أيام فقط كان محمد رمضان ترند بأحدث أغانيه المصورة القمر اللي طرحها بعد نجاح أول حفلاته الغنائية بالقاهرة، واللي كمان تجدد بيها التعاون مرة تانية مع المخرج ياسر سامي صاحب الفكرة واللي سبق وقدم مع رمضان أكتر من عمل. ضيعت حياتي فيه، ربنا هيحاسبني. بصحى كل يوم مش بفكر الا في حلمي، مفيش وقت للنوم، قطر العمر بيجري. لما الابواب تقفل بقف اكسرها برجلي. سالوني نفسي اطلع ايه لما اكبر، قلت لهم حلمي ان اطلع القمر. ضحكوا عليا افتكروني بهزر، هنشوف مين فينا هيضحك لما اوصل. فريق الموسيقى الشعبية الأمريكي The Tea Sisters بيستعد لإقامة حفلين بالقاهرة ابتداء من يوم الجمعة القادمة، وده في إطار مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة وبالتعاون مع فنانين مصريين. أدري دوين جونسون لم يمنعه من التمثيل. ممثلين تعلموا لهجات صعبة من أجل التمثيل. To secure the vote for women, we've been ridiculed, battered, and ignored. عربوت حصرياً في بروفات حفل محمد عدوية. بحاول أعمل بقى أغاني قديمة شوية، بس برضو التوزيع جديد. تراشي مصممين أزياء شباب يغردون خارج السرب بتميز. احنا يعني بنسمي اللوجو يعني بتاعنا، بنحكي انه تراشي كلوذينج from the Arab world للورد. دوين جونسون واحد من أهم نجوم هوليوود، وبالرغم من أجره الضخم إلا أن المنتجين بيتسابقوا عليه، وعشان كده هنشوف له خلال هذا العام عدد من الأفلام. بالرغم من أنه دوين جونسون تاني نجوم هوليوود تقاضياً للأجر، حيث أنه بيتقاضى 119 مليون دولار أمريكي مقابل ظهوره بفيلم واحد، إلى أنه جدوله السينمائي دايماً مستحم. رح يطل علينا خلال هالعام بفيلم هوبس أند شو يلي يعتبر امتداداً لأحداث الأجزاء السابقة من فاست أند فيوريوس، ولكن رح يركز هالجزء على شخصيتي هوبس أند شو يلي بيجسدها ذا روك وجيسون ستيدم على مدار الأجزاء السابقة. ويعتبر الكتار انه تحقيق هوبس اند شو ايرادات ضخمه امر مفروغ منه، لذا وضعت له ميزانيه بتفوق ميزانيه افلام فاست اند فيوريوس. ومن المقرر انه يعرض الفيلم بدور العرض السينمائي بامريكا وبعض دول الشرق الاوسط بالتاني من اغسطس المقبل. هوبس اند شو ومن بعد تحقيق الجزء الثاني من فيلم جومانجي يلي شارك فيه ذا روك عام 2017 ايرادات ضخمه تربت من مليار دولار امريكي، لذا قررت الشركه المنتجه تهدي جمهور الفيلم الشهير
جزء ثالث. وبينشغل حاليا ذا روك، كيفن هارت، وداني ديفيتو وباقي ابطال الاجزاء السابقه بتصوير الفيلم تمهيدا لطرحه بالسينميات ب 13 من ديسمبر القادم. ولغايه اليوم ما اعلنت الشركه المنتجه الاسم النهائي للجزء الثالث من جومانجي، ولكن رح نعرف كلنا كيف التفاصيل وقت يصدر التريلر الخاص بالفيلم خلال ايام. وإلى جانب جومانجي وهوبسون شو عرض لذا روك بفبراير الماضي فيلم Fighting With My Family يلي شاركوا بطولته لينا هيري، وبدور أحداثه حول مصارع سابق بيحاول كسب العيش من أجل أسرته من خلال إقامته عروض حية بالشوارع. دوين جونسون، how are you? Prove it. If you smell what the rock is cooking. ولكن ما حقق الفيلم إيرادات لغاية اليوم غير 22,259,000 دولار، وهو رقم ضئيل مقارنة بالأفلام يلي بيشارك فيها عادة ذا روك. كما أمن ذا روك تواجده لغاية العام المقبل، حيث رح يعرض له فيلم Red Notice بنوفمبر 2020، بالإضافة إلى تعاقده على 4 أفلام أخرى رح يعرضوا خلال الأعوام المقبلة. حصرياً دخلنا كواليس حفل محمد عدوية المرتقب الأيام اللي جاية، وشفنا كمان التدريبات قبل الحفلة وطبعاً قبلنا. سألنا محمد عدوية طبعاً عن تحضيرات الحفلة وإمتى هينزل ألبومه الجديد وإمكانية التعاون مرة تانية بينه وبين والده أحمد عدوية. وعيلة يا أولاد الحنان بلوزنا هايلون إيه على جيبات رجال. حفل جديد بيستعد لي محمد عدوية خلال أيام. كاميرا البرنامج رافقته داخل كواليس البروفات، فكيف كانت الاستعدادات؟ بحاول أعمل بقى أغاني قديمة شوية بس برضو بتوزيع جديد، وبجهز إن شاء الله الألبوم الجديد بطلع منه الأغاني، وعملنا فكرة برضو، عملنا كده ريميكس الأغنية كده قديمة ليا. فبحاول دايما، أنت عارف أنا كل حفلة بحاول أعمل حاجة جديدة كده وفكرة جديدة عشان تبقى مختلفة شوية. هل سيتبع ترند الطرح أغاني سينجل بدلاً من الألبومات؟ بيني وبينك ما اقتنعش بالقصة دي. أنا بحب أغامر قوي، بحب أقتنع، يعني بحب أتعب جداً في الموضوع بتاع الأغاني، وأنقي 12 أغنية و 13 أغنية وأعمل قوالب مختلفة ومزيكا، يعني بعيد شوية عن نطاق التجاري زي ما بيقولوا. وكيف رد على الانتقادات الموجهة لشركة كلمة بتقصيرها في الدعاية الخاصة به؟ كان الحمد لله ماشيين بتارجت بس معين، ماشيين بخطة معينة. أنا ما بظهرش كتير قوي، ما بحرقش نفسي كتير قوي، ما بنزلش في كل حتة، ما بلفش كتير. الناس بيتهيأ لها، اللي مش فاهمة شوية في الموضوع أنا ممكن أفهمها وأقول لها لا، الموضوع نعمل مزيكا صعبة جدا، بنقعد نركز فيها كتير، ما بنقدمش فن لأي حد. هل ورث ابنك الموهبة أبا عن جد؟ فنان أحمد، أحمد بيعزف على الدرامز وودنه موسيقية جدا، و يعني لسه بس الشخصية بتاعته ما بانتش شوية. وهل ستشجعه على تنمية موهبته؟ والله بص، لو هو مصمم وموهوب بجد مش كذاب همشي وراه، لكن زي الكذاب وبتاع ما بيعرفش يغني وعايز يتشير وخلاص، عارف الشهرة دلوقتي مجننة الناس. بيحتفل مايكل فاسبندر بعيد ميلاده 42، فهو ولد بمدينة هايدلبرغ بألمانيا من أب ألماني وأم إيرلندية. وبسن المراهقة حصل على دروس تمثيل مع الممثل دوني كورتني، كما درس المسرح والتمثيل بالدراما سنتر بلندن، وبدأ التمثيل بعمر 16 سنة وقت عرض عليه مدرسه السابق دوني كورتني دور بعرض مسرحي. وبعمر 17 سنة
أخرج ومثل مسرحية ريزيرفوار دوغز مأخوذة عن فيلم بيحمل نفس الاسم لكوينتين تارانتينو. وكانت أول أدواره على الشاشة بمسلسل Band of Brothers بعام 2001، كما ظهر أيضاً بكليب Blind Pilots لفرقة The Cooper Temple Claws البريطانية ب 2003. وبعام 2006 شارك بفيلم 300 يلي حقق نجاح كتير كبير، حيث وصلت إيراداته ل 450 مليون دولار عالمياً. وقدم فيلم هانجر بعام 2008 وخضع لنظام غذائي قاسي حتى خسر حوالي 19 كيلوغرام من وزنه حتى يقوم بدور المناضل الإيرلندي بوبي سانز ويلي أضرب عن الطعام حتى الموت ونال الفيلم استحسان النقاد. وبعام 2009 اختاروا المخرج كوينتين تارانتينو ليقدم دور بفيلم Inglourious Basterds، وبعام 2011 قدم فيلم شيم يلي فاز من خلاله بجائزة British Independent Film Award وترشح للعديد من الجوائز من بين جائزة Golden Globes. فيما قدم الدور يلي رشحه لجائزة الأوسكارز كأفضل ممثل مساعد بعام 2013 بفيلم 12 Years a Slave، وبعام 2015 قدم عملين مهمين، أولهم فيلم ماكباث والآخر فيلم ستيف جوبز يلي ترشح من خلاله لجائزة الأوسكارز كأفضل ممثل. Musicians play their instruments. I play the orchestra. فيما قدم فيلم The Light Between Oceans بعام 2016 مع أليسيا فيكاندر لتنشأ قصة حبهم أثناء تصوير الفيلم، وتزوجوا ب 14 أكتوبر 2017 بإيبيزا وأمضوا شهر عسل بإيطاليا. I know you're going to be a wonderful father. For my dad, with love forever and ever and ever. طبعا في ادوار كتير بتتطلب من الممثل اتقان العديد من المهارات، واهمها طبعا بعض اللهجات الصعبه علشان يؤدي ادوار معينه، فمين هم النجوم اللي تعلموا لهجات ولغات مش بيعرفوها علشان يقدموا ادوار؟ البدايه مع احد افضل الممثلات بالعالم إن لم تكن الأفضل، ميريل ستريب يلي عرف عنا توحدها مع الشخصية يلي بتأديها، حيث بتقدر إنه تلاقي روح الشخصية وتفاصيلها. For 50 years we have labored peacefully to secure the vote for women. We have been ridiculed, battered and ignored. طلبت العديد من الأدوار يلي أدتها ستريب إجادة لهجات وببعض الأحيان لغات مختلفة، مما تطلب منها مجهود مضاعف للعمل على الشخصية، ولكن لعل أحد أهم أدوارها وأصعبهم هو دورها بفيلم Sophie's Choice، وهو الدور يلي حازت عنه ستريب على جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة بعام 1983. فبالفيلم تلعب ستريب شخصية مهاجرة بولندية ناجية من الهولوكوست، ولذلك طلب من ستريب وجود لهجة معينة أثناء حديثها، ولكنها أرادت أنه تتعلم اللغة البولندية وكذلك الألمانية يلي كانت تتحدثها أيضا أثناء الفيلم. أما الدور يلي أجاده تشيويتال إيجيفور بفيلم 12 Years a Slave وترشح عنه للعديد من الجوائز، أهم جائزة الأوسكار كأفضل ممثل، فما كان سهل إطلاقاً، حيث طلب منه إلى جانب التحضير للدور والشخصية إجادة اللهجة الخاصة بهالمرحلة، مما استدعى وجود مدرب خاص باللهجات ليساعده على التمكن من اللغة واللكنة. وتم الإشادة بالدور وبأداء أجيفو وفاز عنه بجائزة البافتا كأحسن ممثل درامي. Deeply honored, privileged to receive it. I have so many people to thank for this. I want to start with Steve McQueen. Thank you. Thank you, sir.
أما كيت بلانشيت فعرف عنها التنوع باختيار أدوارها، فلعلك ما رح تلاقي دور مكرر بمسيرتها الفنية، فهي بتهتم دايماً بالتفاصيل الخاصة بالشخصية بشكل كبير. ولكن بضل دور الملكة إليزابيث من أهم أدوارها، وهو الدور يلي حازت عنه على جائزة الجولدن جلوبز كأفضل ممثلة درامية عام 1999، فطلب منها إيجاد للهجة يلي كانوا بيتحدثوا فيها بهالحقبة الزمنية، بالإضافة لحفظ الحوار الصعب يلي احتوى على جمل مبنية بشكل مختلف بيناسب مع هالمرحلة، وهو يلي أجادته بلانشيت بشهادة جميع النقاد والمشاهدين. بعد الفاصل راغب علامة وفيديو كليب صدفة. كلمات صدفة لبنانية صم. كارول سماحة سفيرة للموضة. جتني دعوة من مولي الإمارات لحتى أكون موجودة وغني مع الفانز اليوم بإيفنت فاشن إيفنت. أشياء لا تنشرها دنيا بطمة على السوشيال ميديا. مشغولة عندي الخدمة وعندي غزال، ما بقدرش أنني نطلع على الانستغرام. تراشي أفكار شبابية خلاقة في أسبوع الموضة في الأردن. نحن اليوم عملنا الكوليكشن بتاعت اكس دي بجوردن فاشن ويك. بعد ما شفنا امبارح مشاركة راغب علامة في دبي في ايفنت خاص بالموضة، النهاردة هنواصل لقاءنا معايا وهيكشف لينا قصة أغنية صدفة. ده غير طبعا سر علاقته والصداقة القوية اللي بتربط ما بينه وما بين الفنان عاصي الحلاني اللي هيكلمنا عنها بالتفصيل. في الجزء الأول كلمنا راغب عن قيمة عائلته بالنسبة لي، وبالطبع ده بيرجع في الأساس لوالدته اللي قدم لها أغنية بعنوان بتذكر يا أمي، كان قدمها من قبل وأعاد توزيعها مرة أخرى. لأن الغنية أولاً بتحبها الوالدة الله يرحمها كتير، كانت تسمعها بشكل يومي وبتحبها وبتعتبرها هاي يعني رسالتي إلها. سو هديتها لروح الطاهرة وهديتها لكل شي في أمهات وكل شي في ناس يغنوهن لها الأمهات اللي هي رمز العطاء. بتذكر يا أمي لما كنت صغير بهالليالي صلي حتى صير كبير. وحياة راغب دايما مليئة بالدفء سواء بالعائلة أو بالأصدقاء زي عاصي الحلاني واللي بتجمعهم صداقة قوية، ومؤخرا كانوا يقضون أوقات ممتعة سويا. وكتب عاصي على صفحته: بعض الأشخاص نلتقي بهم بضع ساعات قليلة، ولكنهم في هذا الوقت القصير يتركون لنا في داخلنا فرحا ومشاعر رائعة مليئة بالبهجة والتفاؤل والمحبة والود. كان يوم من أيام العمر يا أبو خالد. ليك أنا مش كل الفنانين بحب أن أقعد أنا وياهم، عاصم الأشخاص اللي برتاح أقعد أنا وياه. عصرون لرمان فريش لألي ولأبو الوليد دغري أشرف نبتة بالعالم الرمان فظيعة. وعلى صعيد الفن راغب بيحضر لأغنية جديدة بعنوان صدفة، لكن المفاجأة أنه بيحيي من خلالها قصة أغنية آسف حبيبتي. كلمات أغنية آسف حبيبتي مصرية صميم، كلمات صدفة لبنانية صميم، بس هي عم تحكي عن اللي غنيت لها آسف حبيبتي ورجعت شفتها بعدين ورجعت صارت حبيبتي بعدين. آسف حبيبتي الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات. عم فكر بموضوع الكليب بس عم فكر بفكرة جديدة، ورح يكون إن شاء الله في أكيد دايما أكيد حيكون فكرة جديدة مختلفة عن السابقة. لأنك حبيبك صديق آسف حبيبتي. تحياتي لكم ودايما إن شاء الله بتسمعوا جديدنا من كل المنابر.
بعد النجاح الكبير لرامي مالك في دوره في فيلم بوهيميان رابسودي، سيطرح فيلم روكيت مان قريبا، وهو عن حياة فنان كبير. فمن هو؟ So how does it feel to be a star? It's never gonna last. Let's just enjoy it while we can. فيلم روكيت مان هو فيلم ميوزيكال عن السيرة الذاتية لألتون جون، وسمي الفيلم نسبة لأغنيته الشهيرة روكيت مان اللي طرحها عام 1972. ورح يصدر الفيلم ب 31 مايو القادم، وبيحكي العمل عن السنوات الأولى بحياته الفنية، ورح يركز على نبوغه أثناء دراسته بـ The Royal Academy of Music قبل ما يصير سوبر ستار، وأيضاً عن تعاونه مع سونغ رايتر بيرني توبن يلي كتب له معظم أغانيه، وبيجسد دوره بالفيلم تارين أدجرتون يلي نال موافقة ألتون جون وقتها سمعه عم بيغني وذهل بأدائه، كما أنه ألتون أعطيه بعض النصايح بعدم تقليده وعدم الغناء بنفس طريقته. وبيشاركوا بالفيلم برايس دالاس هاورد وريتشارد مادن، وهو من تأليف لي هول وإخراج داكستر فلاتشر، كما أنه ألتون جون بيشارك كأحد الأكزيكتيف بروديوسرز بالفيلم. Can you even play the piano in those? Let them know who you are. ومن بين الأغاني اللي رح تكون موجودة بالفيلم Your Song, Benny and the Jets و Tiny Dancer يلي صدروا ببداية السبعينات. وكان ألتون قد أعلن بال 2011 أنه في مشروع فيلم عن حياته، وكان بيتمنى أنه يأدي دوره جاستن تيمبرليك. وبعام 2013 تم اختيار المخرج مايكل غريسي لإخراج الفيلم وتوم هاردي للقيام بدور ألتون، وتوقف المشروع لسنوات لغاية عام 2017 وقت تم الإعلان عن التفاوض مع تارين أدجرتون ليكون بطل، وأن داكستر فلاتشر مخرج للفيلم. وعبر ألتون عن حماسه للفيلم من خلال حسابه على إنستغرام، حيث نشر البوستر الخاص بالفيلم، كما نشر أجزاء من التريلر. ورغم أنه الفيلم ما صدر إلا أنه البعض بدأ بالتفاعل مع مقارنته بفيلم مع بوهيميان رابسودي لعدة أسباب، من بين أنه الفيلمين من نوعية السيرة الذاتية الميوزيكال، واثنين عن نجوم غناء بريطانيين، كما أنه مخرج الفيلمين واحد. أنا اسمي سرير. أنا عمر بريقع. اسمي ريم أواسمي. أنا شكري لورنس. أنا لؤي الشعيبي. مرحبا، نحن فريق تراشي. نحن اليوم عملنا الكوليكشن بتاعت اكس دي بجوردن فاشن ويك. نحن كنا تعرفنا على بعض بمدرسة، وكمان في من الانترنت، من كل واحد يعني من محل يعني انترنت أكترية، كمان انترنت هو أكتر شيء نحن نستعمله بشغلنا. والكوليكشن بتحكي عن بداية الانترنت ب 2010-2009، وكيف على الفيسبوك كنا نكتب مثلا نحط اسمينا زي أسير الظلام أو دلوعة وكلمتين مسموعة، فكنا عم نجرب انه نبلش نعمل هايلايت على هدول هاي المومنت بالانترنت، ونفرجي كمان انه كيف من هاي الفترة لهلأ قدرنا نخترع شخصيتنا من هالأسماء والصور والألوان. فزي ما شايفين في عنا مثلا هنا فياعة، في عنا ايش كمان، في عنا هذا البلاستيك الأحمر. سبيشلي هاي الكوليكشن يعني قد ما كنا بنحاول نوصل انه زي مسجز منها، وبنفس الوقت كانت كتير حلوة انه نشتغل فيها، وكتير فاني وكتير مسلية، وإنه زي فلاش باكس لل 2010-2011. في حتى فيها إشي شخصي إنا، يعني إحنا كنا بنستخدم صور مش إنا، نحط أسماء مش إنا. شوي شوي بلش الإنترنت يصير له مفهوم تاني، نعبر فيه عن شخصياتنا، نحط صورنا الأسامي، يعني زي هاي التيشيرت مثلا في اسامي مثلا ناس بحطوا مثلا شيء بيعبر عنهم، اسم وهمي بطريقه احيانا بتكون كوميديه، بيستخدموا مثلا احرف اميره البحار مثلا. يعني
احنا يعني بنسمي اللوجو يعني تاعنا بنحكي انه trash clothing from the Arab world للworld عشان نفرجي العالم العربي تاعنا انه اللي العالم يعني مش ما بيشوف ثقافة يعني غير مرئية انه عندنا بالشرق الاوسط اللي ممكن الغرب يعني يكون زي interested فيه. بعد الفاصل في عربود الليلة، ليه قصت كارول سماحة شعرها؟ صاروا كل الناس يقولوا اشتقنا لك بالشعر القصير وعبالك عبالنا نشوفك، وأنا اشتقت أشوف حالي بالشعر القصير. أقامت هارفي نيكولز عرض أزيائها الخاص في دبي، واللي شاركت فيه كارول سماحة أيضاً أسوة براغب علامة. وطبعاً كارول سماحة اللي معروف عنها أناقتها، كان من الطبيعي جداً إنها تكون حاضرة كضيفة شرف أثناء عرض المجموعة النسائية. وسألنا كارول عن الحدث اللي جات لأجله إلى دبي، وعن علاقتها بالموضة ومين بيختار لبسها، وكمان عن قصة شعرها الجديدة باللوك القصير. تألقت النجمة كارول سماحة في حفل MOE Fashion Live المقام في دبي. جتني دعوة من مول الإمارات لحتى أكون موجودة وغني مع الفانز اليوم بإيفنت فاشن إيفنت MOE Fashion Live. قد إيه الفاشن مهم في حياة كارول؟ هيدا صار شيء هلأ يعني ضروري، صار رقم واحد إذا بدك بحياة الفنان أو بأي شخصية معروفة، تهتم بمظهرك بشكلك. مشان هيك جبت تيم يهتم لي بهالموضوع، لأنه شيء بياخد كتير وقت. إذا بدي ركز على الموسيقى وعلى شغلي بنفس الوقت ركز شو بدي ألبس وأعمل ميك اب وأعمل ريسيرش شو أي شعر بيلبق مع هدول التياب راح نهاري. وما هو السر وراء قصة شعرها القصيرة؟ زهقت من شكلي، يعني عبالي غير، وأنا من الأشخاص بحب أني أغير بشكلي. آخر مرة قصيت من 15 سنة يمكن، كنت وقتها فيديو كليب طلع فيه هيك اللي كسر الدنيا، واللوك كمان كسر الدنيا. شو الغيرك هاك الطفل ويلو شو يالكبرك. فهلأ صاروا كل الناس يقولوا اشتقنا لك بالشعر القصير وعبالك عبالنا نشوفك، وأنا اشتقت أشوف حالي بالشعر القصير وبعتقد هيك فريش أكتر. وصلنا لآخر جزء من فقرة نجم الأسبوع مع النجمة المغربية دنيا بطمة. والنهاردة دنيا بتكلمنا عن عدد الساعات والأحذية والقفطين اللي عندها وأفضل الجوائز اللي حصلت عليها في تاريخها الفني. محمد ترك اللي هو زوجي كان وجه لي تحية طبعاً، يكون النقاشات فقط على يمكن على الأغاني، يمكن هو أغنية حبها حب كلماتها حب لحنها، وأنا ما هو يعرف هذا الشيء أنه الأغنية لما دخلتش لراسي وما استوعبتهاش مستحيل أني نبدع فيها. انت عارفه شحال ديال الشوزات عندي؟ لا بزاف والله، ما حسبتهمش بزاف والله العظيم، ولازم نتخلص منهم صافي. شوف القفطان
اكثر حاجه يمكن تشوفها عندي. الاغراض ديالي كلها عندها غرفه خاصه بها اللي كنحط فيها الاشياء ديال الحفلات ديالي والسهرات، يعني من فساتين ومن شوزات ومن كل شيء. يا نور على عيوني واقول خذها هدي. الله يا ربي الله، زيد زيد بازي بازي زيدو. ولا الجوائز بزاف والتكريمات بزاف، ما نقدرش نقول لك شكون احسن وحده، لان كل وحده فيها كتمثل فتره زمنيه كانت قضيتها انا في الفن المتواضع ديالي، يعني في الفتره الزمنيه ديال الفن ديالي اللي كنفتخر بها، وكنفتخر بكل جائزه او تكريم خديتها في كل فتره قضيتها الحمد لله. اليوم الى ما كان عندي والو، بعض الاحيان مع غزل وعرفتي دابا تزات لي المسؤوليه دونك كتكون شي ساعه هكاك، ولكن الى مشغوله عندي الخدمه وعندي غزل دونك ما نقدرش انني نطلع على الانستغرام. حوايج اللي ما تنشاركهمش مع الناس في السوشيال ميديا، يمكن دنيا باطنة كتكون حزينه، ما كتبينش نهائيا الحزن ديالها لاي شخص. ملي ما كيكونش عندي الخدمه الوقت كامل كنكون محشاها وبغى نشوفها، دونك الوقت كامل كيكون الغزل طبعا. وعندما فهمت الدرس لمتني علمتني. واستنونا بكره في فقره سؤال وجواب مع مغني البوب المغربي امينوكس. كنتش متوقع انه غيكون شحال الاغاني ديالك ولا تكون عندك بصمه في المسار الفني. ونافس نفسي، كيعجبني نفس راسي ديما. واحد من الجمهور قفز من فوق حاجز وخذا لي كاسكيت. اي عمل كيكون عنده سوا واقع سلبي ولا ايجابي كيزيدك في المسيره الفنيه ديالك شي حاجه. غنصيبو 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 لحبيبي ديالي. وكمان بكره لقاء خاص اجراب ليالي العربي مع صبا مبارك ضمن فعاليات اسبوع الموضه في الاردن. بالنهار بتشوفوها بالترينرز عم تركض اوكي، وبالليل بتشوفوها اون ذا ريد كاربت اول جلامر. شوي بستحي اعبر عن حالي فاشن وايز، جينز وتي شيرت هاي اخري، وبضرب الجولري وبنزل طبعا. انا الاشي السهل بضايقني، وي اتند لوتس اوف فاشن فيستيفالز. ات واز ا هيت و I'm waiting لليوم اللي أنا كمان رح إن شاء الله أكون بمحل بشبه هيك. مرة رحت على يوروب قالوا لي Oh, you look smart. Yes. خلصت حلقة عرب ود الليلة وكان فيها مسار الصداقة بين راغب علامة وعاصي الحلاني. أنا مش كل الفنانين بحب إنه أقعد أنا وياهم، عاصم الأشخاص اللي برتاح أقعد أنا وياه. ظافر العابدين ينافس آسر ياسين على جوائز التميز. محاولة استكشاف الزمن ده كان إيه اللي بيحصل فيه، كان إيقاع الحياة إزاي، فهي كانت مغامرة كبيرة يعني. محمد عدوية مش محظوظ فنياً. عشان بتارجت بس معين، عشان بخطة معينة. انا ما بظهرش كتير قوي، ما بحرقش نفسي كتير قوي. ماسر اناقد كارول سماح. جبت تيم يهتم لي بهالموضوع لانه الشيء بياخذ كتير وقت. دنيا باطمة تكشف عن علاقتها الخاصة بابنتها غزل. ملي ما كيكونش عندي الخدمات الوقت كامل كنكون محشاها وبغى نشوفها، دونك الوقت كامل كيكون الغزل طبعا. تراشي مصممي ازياء شباب يتالقون في اسبوع الموضة في الاردن. نحن اليوم عملنا الكوليكشن بتاعت اكس دي بجوردن فاشن ويك. وبكده
وبكده تكون خلصت اخبار واحداث حلقه النهارده. استنونا بكره وحلقه جديده من عربود، وشكرا لمتابعتكم.